السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل الآن للجزء الرابع من المحاضرة الثانية. نتكلم الآن عن الخطوة الرابعة اللي هي Step 4 Develop Strategy and Conduct Search. مثل ما قلنا عندنا Tertiary Resources, Secondary Resources and Primary Resources. لما نبحث فيهم نعرف Tertiary Resources، لما نحتاج نعرف معلومة عامة نروح لل Tertiary Resources، وال Secondary Resources نروح لها اللي هي تعتبر سوق المقالات الأولية عشان نعرف نوصل عن طريقه للمقالات الأولية. Select and prioritize resources based on the probability of locating the desired information, not according to the ease of use or degree of comfort. دائما احنا اختيار المصدر نحن نبحث عنه يعتمد على احتمالية وجود المعلومة في هذا المصدر. مو راح ادور في المصدر او اللي سهل ابحث فيه او اللي احسه مريح. طب افرض هذا سهل ابحث فيه او احسه مريح، ما في المعلومة، ايش اقول للسائل؟ اقول والله ما لقيت المعلومة خلاص، لاني ما ابغى ادور في المصادر المضبوطة عشان انا والله ما ابغى اتعب او ما ابغى اكتشف اني انا ما اعرف ابحث، ما ابغى اتعلم، ما ابغى اطور من نفسي. هذا خطأ. لازم أبحث في المصدر اللي أتوقع أن ألاقي فيه المعلومة، مو المصدر مريح بالنسبة لي. ودائما يفضل أن تكون معلومة موثقة عن طريق البحث في على الأقل من في مصدرين. يعني افرض أنا لقيت المعلومة في مصدر أول وأبغى أتأكد من مصداقية المعلومة هذه، فأروح أشوف في مصدر ثاني، فهذا يعطيني good validation and verification of the information. طبعا مهم جدا اني ادون ايش هي المصادر اللي اخذت منها، لانه بيسالني من اي مصدر انت جبت المعلومه، فمهم اني ادون المصدر، السنه حقته، ايش طبيعته، كل هذا كويس. To ensure that the most up-to-date information was obtained, a secondary literature search is conducted and articles with updated guidelines are located. مثل ما قلنا احنا عادة المعلومة الأساسية نلاقيها في أمهات الكتب ونلاقيها في الريفيو أرتكلز. مثل ما احنا عارفين الكتب تاخد وقت يعني احنا نكتبها ونصدرها، الوقت هذا تايم، واحنا عارفين المعلومات الآن متطورة وانفجار المعلومات، التطور هذا كل دقيقة بدقيقة. فأخذ المعلومة من الكتاب تعطيني معلومة عامة، لكن إذا أبغى معلومة حديثة، دراسة حديثة، فايش ابحث؟ اروح للسكندري ليتشر اللي هي الباب ميد او الاوفيد او المحركات البحث هذه اللي توصلني للمقالات اللي تم اصدارها حديثا واللي تعطيني الجايد لاينز الحديثه، الارتكلز الحديثه. كل هذه المعلومات الجديده حلاقيها دائما ثرو السكندري ليتشر، اقدر اتوصل اليها واقراها واستنبط منها المعلومه للطبيب اللي يسال. Step 5 perform data evaluation analysis and synthesis. هذا you have to understand it very critically. مثلا critique and evaluate literature using special skills. انا الان جمعت المقالات اللي ابغى ابحث فيها، امهات الكتب whatever، لازم انقد هذه المقالات بمهاراتي اللي تعلمتها للنقد المقالات العلمية او المعلومة العلمية عشان اعرف انه هذه ما اعطيتني المعلومه الصحيحه حسب الستاندرد المحكم للمقالات او انها مقالات غير محكمه. When done properly will differentiate the professional from technician. يعني احيانا انت يكون عندك عده اشخاص يشتغلوا في drug information، الشخص اللي عنده السكيلز هاو تو كريتيك اند انالايز الليتشر هذا نعتبره البروفيشنال ون، وعاده هو اول ريفرنس. ممكن يكون موجود في مكان اكثر من شخص، لكن الشخص اللي عنده كريتيكال سكيلز، كريتيكال ابريزل سكيلز، هو اللي وي ريلاي اون هيز انفورميشن. The request for demographics as well as the category of the question must be in mind. دائما وانت تبحث عن معلومه ما اقعد اقرا واقرا واقرا واطلع فيري ديتيلد انفورميشن لواحد من الببليك، ما حيستفيد من عامه الناس. فحسب طبيعه الشخص اللي سائل ومعلوماته مثل، عشان كده احنا قلنا لازم نجمع معلومات السائل وخلفيته العلمية، هذا حيساعدني في تحديد نوعية وكمية المعلومات اللي اجمعها عشان ارد فيها، كيف صعوبة او سهولة المعلومات اللي ارد عليه فيها. وبعدين تصنيفنا للسؤال لازم يكون موجود في دماغي وانا قاعد ابحث.
prepare a summary of the answer. دائما خصوصا لما تطالع تكلم طبيب، ما ينفع تقول والله انا قرات في المكان الفلاني، الكتاب الفلاني يقول، المقال الفلاني يقول. لا، هو يبغى شيء مختصر، ويبغى your clinical judgment، وانت حكمك العلمي الكلينيكي على المقال او عده المقالات تجمع له اياها وتعطيه الزبده اللي هو يبغاه. اذا طلب منك الريفرنس لازم تكون موجوده عشان يعرف انه انت مستند الى ايفيدنس. ملاحظه هنا، analysis and synthesis must be performed with consideration of the background information for the response to be pertinent and useful to the requester. يعني انا الحين قاعد اقرا في مقال، كثير للاسف تصير، قاعد اقرا في مقال، انا جاني سؤال عن مريض مصاب مثلا بالديابيتس وعنده باد بريفرال ارتري ديزيز، وقاعد اقرا في المقال وآي جت انترستد في الديابيتس وسبحت في الموضوع ونسيت انه المريض اللي انا قاعد ابحث عنه عنده معلومة دقيقة انه هو مصاب بخلل في الشرايين اللي هو بريفرال ارتري ديزيز. فلذلك وانا ابحث على المعلومة لازم يكون في بالي الباك جراوند انفورميشن اللي حصلتها عن المريض عشان اقدر اربط المعلومة اللي ابحث عنها بحالة المريض اللي ابغى اجاوبه، عشان تكون يستفيد منها الشخص اللي يسأل في تطبيقها على المريض. Step 6 Formulate and provide response. خلاص أنا جمعت المعلومات، قرأتها، هضمتها، حللتها كل شيء، أبدأ شكل للطبيب complete scenario وأحط له إياه أمامه عشان يعرف يختار الحالة. مثلا أقول له والله يا دكتور أنا بحثت في مصادر المعلومات ولقيت حالة مثلا مشابهة أنه مريض حصل عنده كذا واستخدموا العلاج الكذا وصار عنده كذا، ولذلك إذا مريض استخدمنا فيه كذا وحصل كذا لازم نسوي له كذا. لازم أحط له السيناريو بطريقة مرتبة سلسة، ما يحتاج إنه يرجع يقرأ ويستخلص المعلومة وقد يفهم من طريقة العرض حقك طريقة صحيحة أو غير صحيحة. أنت قدم له إياها إما عن طريق نقاط أو طريق سيناريو أو ترتيب معين توصل المعلومة بطريقة سلسة وسهلة، ويستطيع على أساس أن يأخذ القرار في علاج المريض اللي عنده. Not lose the trust in the future or appear biased. أنت مهم جدا أنك لما تيجي تقدم السؤال للشخص اللي سائل ما تخليه يفقد الثقة فيك في المستقبل. يعني لا تبين مثلا شيء المعلومة اللي أنا بقول لك يا دكتور ما أدري ما أدري أنا حسب ما قرأت في الكتب ما أدري، والخيار لك والأمر يعود لك. ما ينفع كذا. You have to be firm, understand your information properly. إذا أنت ما أنت قادر تاخذ قرار، ارجع للباك اب حقك، مديرك، المسؤول عنك، اللي بيشرف عليك، يساعدك في أخذ القرار اللي تجاوبه أو الجواب اللي تجاوبه، وبعدين جاوبه بطريقة firm وأعطي للشخص المعلومة اللي يحتاجها. ولا تكون biased، مثلا ما تكون متحيز لدواء عن دواء، فتقول أنا والله أنصح بهذا الدواء مع إن المعلومات أو الإيفيدنس أجينست يو. فلا تظهر بهذه الطريقة، لازم تكون إنسان علمي برسمي بروفيشنال، تظهر المعلومة بطريقة أنت واثق منها وطريقة أنت غير متحيز لأي أحد. مثل ما قلنا ما ينفع أقول I think، أعتقد، nearly، no، the information is كذا 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 كذا. احتمال وأنت تتناقش معه، بس you have to reach أنا final answer مع الطبيب وتكون فاهم، ما يحتاج تكون متردد، هو اصلا متردد عشان كذا اتصل فيك، فايش الفائده ترد عليه انت كمان متردد. طيب if literature contains conflicting data that must be presented to the requester a logical argument should be supplied evidence. يعني احيانا نلاقي معلومات متضاربه وانت مضطر انه انت تقولها للطبيب او للشخص اللي سال، لانك انت ما انت لاقي شيء يفصل. ففي هذه الحالة محتاج انه حتلاقي دائما نقاشات علمية طرحت حول هذا الموضوع، لازم تعطي النقاشات العلمية التي طرحت كإيفيدنس حصل. لا تتقمص شخصية انه انت الشخص اللي يناقش والأفكار من راسك، لا اعطيها انه هذه إيفيدنس وانه هذا كان فورم باي ساينتست او ناقشوا في محضر علمي في اجتماع علمي وتوصلوا الى كذا حصل كذا whatever. يعني prepare answers in a logical sequence، مثل ما قلنا دائما حط الانسر بطريقة منطقية وطريقة مرتبة. present verbal or written reply with time frame specified. تذكر انه انت قلت له بجاوبك بعد نص ساعة، بعد ربع ساعة، بعد خمس دقائق، فإما تعطيه verbal إجابة شفهية أو مكتوبة خلال الوقت الذي حددت له. ask if information okay. بعد ما تجاوب على الدكتور تسأل الدكتور هل المعلومة اللي زودتك فيها كافية، هل هذه اللي تبغاها أو تحتاج شيء
زيادة، حيقول لك إي والله يعطيك العافية كافية، أو معلش لو تزودني بهذه المعلومة، أو إلى آخره. طبعا if a quick answer needed offer to follow up with additional information is fine. فتقول لك أبغى معلومة بسرعة، فأنت المعلومة اللي حتلاقيها أول شيء حتعطيها وقول له معلش دكتور إذا لقيت شيء زيادة حرد عليك، ما هو عيب إنك ترجع ترد عليه لو لقيت شيء زيادة. وهذا كثير لما يكونوا in urgent need، نبي نسوي quick search، وأحيانا الواحد في quick search يغفل بعض النقاط، فيحتاج إنه أقول I'll come back to you when I find more information. الخطوة السابعة conduct follow up, follow through and documentation. Follow up المتابعة هي process that verifies appropriateness, correctness and completeness of a response following the communication. أنا الآن الفولو أب إيش أستفيد منها؟ أتأكد إنه أنا السؤال حقي كان مناسب لحالة المريض اللي أعطيته إياها، كان صحيح، هل كان كامل بعد ما أعطيته؟ هذا فائدة الفولو أب. عشان كذا قلنا لما مثلا مريض فانكومايسن عدلت له الجرعة، أرجع بعد كذا أشوف الجرعة اللي عدلتها كانت مناسبة تناسب حالة المريض، هل هي صحيحة؟ هل غير كامل الإجابة بالنسبة للطبيب؟ وإلى آخره. عادة كده يعني يعطي إيحاء للطبيب إنه أنت very professional في الكونسلتيشن اللي قاعد تعطيها، أو إنك قاعد تقد الاستشارة اللي تساعده على تقديم الخدمة للمريض أنت كنت very professional فيها. تتأكد أو يعني تستطيع إنك تستنبط من حول الخدمة اللي أنت قدمتها، هل هي خدمة كاملة؟ ما هي كاملة؟ إيش نوع جودتها؟ هل هي كافية للطبيب؟ وذلك تقدر تتعرف بالمتابعة. افرض لما تابعت ما لقيت انه اوه لا والله انا الانسر حقي ما كان كامل، فخلص عرفت انه السيرفيس حقتك was not sufficient، المرة الجاية حشتغل عليها واطورها. دائما for patient specific request specifically او specially if judgmental or when therapeutic decision is dependent on assumption. الفولو اب انت تحتاج انك تقوم فيه لما يكون حاله تخص بمريض وكان يعني محتاج انه انت تحكم على الحاله هذه، او كانت الخطه العلاجيه تعتمد على افتراضات انت تفترضها، ما عندك شيء ايفيدنس واضح، فمحتاج انك تفولو اب عشان تطمن على الخدمه اللي انت قدمتها. الفولو ثرو يختلف عن الفولو اب اللي هو انت قدمت معلومه للسائل وبعد كذا نيو داتا ظهرت، فانت محتاج ترجع تتصل فيه وتقول له معلش السيتويشن الان تغير، مثلا اعطيت دوز اوف فانكومايسين لمريض الرينا لحقته فيري اوكي اوكي، وانا قاعد اتابع في الملف حقه لقيت انه صار عنده ديكريز في رينا فانكشن او صار عنده قصور كلوي، فهذا اسمه فولو ثرو. ارجع اكلم الطبيب واقول له معلش دكتور حصل شيء جديد انه المريض حقك كذا كذا كذا، فوي نيد تو تشينج ال شو اسمه هذا الدوز، او انت اقترحت علاج معين وبعدين جاك بعد 5 دقائق ريسبونس من الستور ان هذا العلاج ما عاد هو موجود، فترجع تقول له دكتور معلش طلع العلاج هذا ما هو موجود فنحتاج نعطي العلاج الفلاني. طبعا طريقة المتابعة بتكون اما عن طريق انك تبعث ايميل سيرفي استبانة كده ترسلها ايش رأيكم بالخدمات اللي احنا نقدم، هذا شيء جنرال عادة، او لما يكون شيء يتعلق بمريض خاص اما فون كول تسويها للفيزيشن او ريتن كوميونيكيشن تبعث له ايميل تطمن على حالة المريض. ايش فائدة الدوكيومنتيشن؟ دوكيومنتيشن essential for reducing the liability and helping the development of continual service. يعني احيانا لما تعمل انت دوكيومنتيشن تكون متأكد من الاجابة اللي انت جاوبتها، فما يكون عليك اي اتهامات احد يتهمك فيها في خطأ معين انت قدمته او جاوبته تقول لا والله انا مجاوب كذا كذا، ما عندي يعني ما اعتقد اني جاوبت بالطريقة اللي انتم قاعدين تزعموها، انا اجابتي كانت كذا كذا وام دوكيومنتينج ات. احيانا الدوكيومنتيشن تفيدك انه انت تقدر تطور السيرفيس اللي انت تبغاها او تستمر او متابعة السيرفيس. الدوكيومنتيشن تفيد لو كان عندك ستاف تحت امرتك في دراج انفورميشن وسجل السؤال بطريقة وانت بتراجع في نفس اليوم لقيت انه اوه والله في شيء ناقص، فيمديك في نفس اليوم تلحق على الطبيب وتكلمه انه في معلومة نحتاج نكملها. دائما الدوكيومنتيشن ممكن تسويها في simple form or as an extensive review and summation of all process completed. يا اما تسوي
كسيمبل فورم، سؤال بسؤال، او احيانا تحتاج انك تعمل دوكيومنتيشن لبروسيس كومبليتد، يعني احنا جاي عندنا مريض وحصل له ادميشن في الهوسبيتال وريبورت انه عنده ادفيرس دراج رياكشن، طلعنا سوينا ادفيرس دراج رياكشن، طلع هذا المريض انه شكينا انه الدواء اللي قالوا انه سبب الادفيرس دراج رياكشن مو نفسه، فاضطرينا نسوي رانجو سكيل، لما سوينا رانجو سكيل طلع كذا كذا. فذيس از يعني كومبليت او اكستنسيف ريفيو للكيس اللي يو دوكيومنتد. The documentation of proved patient outcome subsequent to a response would be an optimal method for justification practice. أحيانا أحد يقول لك طب بالله يفهموني إيش فائدة drug information هذا، فتيجي أنت تاخذ كل الدوكيومنت اللي أنت وثقتها وتقول شوف هذا البيشنت امبروفد بعد ما أعطينا الجواب، معناته إحنا we saved the patient life، we reduced time البيشنت حيقعد في المستشفى، ووفرنا جهد الممرضات و و إلى آخره، وجبنا سمعة كويسة للمستشفى. فهذه تفيدك إنها تثبت أهمية وفعالية الشغل اللي أنت قاعد تشتغله. الميثود اوف دوكيومنتيشن عادة إما تكون بيبر فورم أو لوك بوك أو أحيانا كمبيوتر داتا بيس، أحيانا بعض الناس تستخدم برامج معينة عشان الدوكيومنتيشن. أقل شيء تسجله لما تيجي تسوي دوكيومنتيشن لازم يكون عندك الألتيميت كويستشن، السؤال النهائي بعد ما ناقشت الريكوست وصلت له. أنت وين بحثت؟ الأماكن اللي بحثت فيها، مصادر معلومات بحثت فيها، الكتب، الداتا بيسز، والإجابة اللي أنت دونتها أو نقلتها للشخص السائل، والمتابعة اللي أنت قمت فيها، هل في عندك فولو ثرو ولا فولو أب وإلى آخره. طبعا هذه بعض البيبر فورمز اللي يوجوالي they document drug information questions عليها كإكزامبل if you wish to see. هنا الريزونز فور دوكيومنتيشن مثل ما قلنا justification pharmacist professional value to institution، كثير جدا 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 يجي يقولوا والله بدل ما هو قاعد هذا drug information pharmacist من المكان خليه يطلع يصرف معانا ايش فايته. فهذه دوكيومنتيشن توري الناس شغلك. كثير جدا احنا نشتغل مراكز معلومات ومن زحمه الاسئله ما نسجلها، ونيجي اخر الشهر يقولوا كم سؤال جاوبت، نقول 15، واحنا عاده نجاوبين 500 بس لانه we didn't document، فما بين شغلنا واحنا نظلم انفسنا. ف that's why you have to document. Future reference for repetitive drug information request. الدوكيومنتيشن تفيد ايش؟ اليوم جاني سؤال قعد 3 أيام ادور عليه، جاني السؤال هذا بعد 4-5 شهور، بدال ما ارجع ادور من اول جديد ارجع للدوكيومنتيشن حقاتي او التوثيق حقي واطلع منه البحث اللي سويته واجاوب بطريقه اسرع واسهل. Protective measures against legal liability. كثير جدا ناس تجي تتهم انا جاوبتها، انا سويت هذا لانه drug information قالوا لي كذا وعادوا كذا. نو انا drug information عندي document ان انا ما جاوبت بالطريقة هذه، انا جاوبت بالطريقة هذه، انا قلت لك سوي كذا، انا قلت لك اعمل كذا. يعني اذكر كيس جتني patient كان ماخذ organophosphate فقلت لهم اعطوه برالي دوكسم، قاموا بالخطأ اعطوه بايرو دوكسم. جاوا البيش بتاعت كذا طبعا دهورت حالته، لما راحوا يحللوا قالوا اوه هو كان ياخذ بايريدوكسين، اوه دراج انفورميشن قالوا ياخذ بايريدوكسين. الحمد لله كانت الدوكيومنتيشن مسجله صوتيه ومسجله ورقيا، وكان اثبتت انها براليدوكسين والخطا ما كان عند دراج انفورميشن، وكان حتى حرف حرف باي حرف يعني كنت اهجي لهم اياها براليدوكسين بي ار اي ال اي دي اي اكس اون براليدوكسين. Obtain feedback concerning the quality of the service. دائما لما مهم جدا انه انت لما تسوي الدوكيومنتيشن يعطيك فيدباك عشان الكواليتي حق السيرفيس. تيجي تقول والله انا الدوكيومنت حقي هذه كامله، الجواب كان كامل، الجواب ناقص، لما تيجي تراجعها عشان تعرف بعدين تحسن من جوده الاجابات. ممكن يقول لك اوه هذا السؤال انت استلمته الساعه 4 وجاوبته الساعه 6، معناته انت تاخذ ساعتين في الاجابه. نو الدوكيومنتيشن حقي تقول استلمته 4 وجاوبت 4:10. وكذا انتهينا نكون من المحاضرة الثانية، ويعطيكم العافية والله يحييكم في أي سؤال.